من الشغلات اللي بدنا اياها التالي، هاي انا حاعرض الشاشة اللي عندي، فانت بتشوفوا ايش عشان نفرجيكم ايش اللي بدنا نعرضه وايش تشوفوه. على النت تكلم. مالها؟ ليش مش راضي تعمل شيرنج للسكرين؟ طيب اها، هاي زبطت الحين. طيب هذا الان هنا في موقعين موجودين عندي، ار بروجرامينج والار ستوديو. كويس. الآن المطلوب منك في الأول تنزل الـ R Program في الأول، هاي الموقع تبع crane-rproject.org. الآن بدك تنزل النسخة اللي بتزبط على الجهاز تبعك. لو نزلت النسخة الغلط، لأنه عندنا احنا في عندنا 64 وفي 32، هتلاحظ في الموجود الجهاز تبعك. فالأجهزة الحديثة بتنزل، اللي عنده ويندوز 10 بنزل نسخة الـ 64 بت. كويس. الـ 64 بت فيرجن هاي اللي بحكيها، هذا للأجهزة الحديثة. الأجهزة القديمة بدها تنزل الايش؟ الـ 32. بس انت تأكد من الجهاز تبعك، يعني لو عندك ويندوز 10 بدك تنزل الـ 64 أكيد. الآن لو نزلتش الـ 64 حتلاحظ حيطلع عندك ايرور لاحقا، بس هذه اللي بدنا ننزل منه. بعد ما انزل هاي واعمل له انستليشن، بروح على الار ستوديو وبنزل ايش؟ النسخه الموجوده. ها الار ستوديو هذا ايش هي؟ هي الفرونت اند، يعني بدل ما انا برمج في هناك، هنا بتعطيني شاشه افضل وبتعطيني انترفيس افضل لهاي، فبنزلها. بعد هيك بدي اعمل انستليشن، بعمل انستول، بكتب هذا الكوماند زي ما انتم شايفين الكوماند هذا انستول دوت باكجز، نفس الكود الموجود هنا دي اس لابس، وبعدها بكتب لايبراري دي اس لابس وديتا ميردر والكلاس ميردرز. هذا الان حافسر لكم اياها لاحقا ايش بنعني فيها. الان اول حاجه بنفكر فيها، عندي معادله على الشكل التالي، شايفينها هذه؟ هذه ايش المعادله؟ معادلة يعني جبرية من الدرجة الثانية، اللي هي بولينومال، سكند ديجري بولينومال. الآن الحل تبعها هيو موجود، اللي هي ماينس بي بلس أور ماينس سكوير روت للبي سكوير ماينس 4 اي سي على 2 اي. الآن هاي الاي وهاي البي وهاي السي، بدي أعرف الاي مثلا واحد، هذه الإشارة شايفينها أصغر ماينس، هذه بتقول لي عرف زي الإساء اللي يساوي، يعني لو كتبت يساوي بيساوي، بس هذا في الار بيستخدموها زي كلمة يساوي. هاي الاي وهاي البي وهاي السي ماينس واحد. الان بدك تشوف ايش هي، اكتب اي او برنت اي، بعطيك الرقم الموجود في اي. يو كان ليست سي اول ذا فاريبلز اللي انت دخلتهم، بتعمل ال اس بتفتح قوسين بتعطيك اياه. الان هاي المعادلة كتبناها، وهذا كتابة زي ما بدك تبرمج حاجة بسيطة، يعني ماينس بي بلس السكوير روت للبي سكوير ماينس 4 اي سي اللي هي شفتوها قبل شويه، وهذه ايش اللي عندي البلس وهذا الماينس، اكتبهم حيطلع عندك الاجابه، الجواب للمعادله التفاضليه اللي هي هاي المعادله هذه وهذه المعادله. يمكن الخطوه الاولى دائما انا قبل ما ابدا في ايش بقول لك؟ بقول لك استخدمها كالكوليتر، اطبع هذا رقمين مثلا 5 ضرب 4 وشوف ايش بيطلع عندك الجواب، 2 زائد 3 وشوف الجواب، يعني 5 تقسيم 2 وشوف الجواب، لا عشان تشوف كيف هذا ممكن تستخدمها بنفس الشغله، الصين والكوسين، جرب هذه الشغلات قبل ما تبدا عشان تشوف كيف بتمشي معك. الان الفانكشن اللي ممكن نستخدم شفناهن قبل شويه، في السكوير روت، في اللايبراري اللي هي هذه اللايبراري اللي احنا بتلزمنا، الليست واللوج. اللوج هذا اللي بتعطينا لوج 2 مش اللوج 10.
You can get help by using help والكوماند help، شايف هاي بتعطيك أو علامة الاستفهام واللوج الموجود عندي. الأرجيومنت تبعت اللوج هنا بتقول لك إيش مطلوب. هاي الفانكشن اللي عند اللوج بتاخذ الرقم الأولاني وبعدين بتكتب بيس إيكوال الإكسبوننشال لإيش؟ للموجود، يعني هذا البيس اللي عندي النول. الآن مثلا طلع عندي هان 8 بيس 2، إيش هذا حتعطيني المفروض؟ 3. أو بالشورت لو حطيت 8 2 حتعطيك نفس الجواب هذا عن هذا. Other pre-built objects زي الداتا، الباي، الانفينيتي، هذول variables موجودة عندي. هاي السوليوشن مثلا هان قبل شوية عملناهم، هاي الآن لو بدك تحط الجواب تخزنه في رقم معين في فاريبل معين مثلا سوليوشن 1 وسوليوشن 2، هذه الإشارة زي ما حكيت بتعمل لك يساوي اللي عندي. هاي تمرين هان عندك بسيط، بقول لك اشتغل عليه وشوف ايش بيطلع عندك الأجوبة. هذا المطلوب منكم خلال هذا الأسبوع في هنا. المحاضرة اللي حنتكلم عليها هذا الأسبوع اللي هي بنتكلم فيها على، خلينا نرجع تاني. في أي سؤال عندك يا مصطفى؟ كنا داونلود في الأول ثلاثة أكواد، وين نكتبهم هذول الخطوة الثالثة؟ هذول الآن شايف الخطوة الأولى، خلينا أفرجيك فيهن إيش بتعمل عشان أقول لك وين بتكتب وين بتسوي. الآن هذه شايف هذا لو حطيته على البراوزر تبعك الكود هذا اللينك أو هذا تمام، الخطوة رقم 3 لما نستول باكجز الأحمر موجودة الآن لما بعد ما ينزل عندك بتدعس على الأيكون تبع الآر ستوديو. الآر ستوديو بتدعس عليه. الآن إيش بيفتح عندك؟ بيطلع لك الإشارة اللي زي هيك. لما تطلع الإشارة زي هيك بتكتب هذا على هذا بسميه الكوماند لاين، على الكوماند لاين تكتبهن وبتطلع عندك طريقتين. الآن أنا بقولك بس اشتغل على الكوماند لاين لأنه المرة جاي بعلمك كيف، يعني إن شاء الله بتكونوا معي والكل منزل، وبقولك افتح جهازك وابدأ معي الخطوات التالية، وأنا ببدأ فاتح عندي زيكم وبفرجيك كيف تفتح الفايل، كيف تعمل ترسم، كيف تعمل هذه الشغلات. تمام. الآن عشان برضو هيك جربوهم، عشان يعني لو بدك بدكم أي تساؤل أنا موجود، بتقدروا تدخلوا على خلينا نقول من هلا الأسبوع الجاي تدخلوا على 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 أي لينك وتشوفوا يعني على المودل على الواتس جروب وتسألوا اللي بدكم إياه بجاوبكم عليه. الآن بشكل تاني الموجود عندنا، وهذه انا حنزل عليها الفيديوهات حنزلهن ان شاء الله، اللي هي بنتكلم على ايش؟ على الجزء الثاني من الديجيتال ايكونومي، وهذول حتلاقيهم مشروحات زي ما حكيت، مش حنسوي مش كتار هن، بس حتلاقيهن مشروحات بالفيديوز الموجود. كويس هيك؟ يعني الله عافيك، يعني هذول حتلاقيهم مشروحات وحنناقشهم معكم الاسبوع الجاي لانه بدنا حضور موجود. ايش احمد تفضل. نزل البرنامج وفي هذا موجود على المودل، حتلاحظ بعض الشغلات بدك تعملها، يعني هنا محطوط لك اكسرسايز ايش اللي بدك تعمله فيهن، اكسرسايز واحد تعمل الخطوات هاي بتشوف ايش الاجوبه اللي بتطلع معك وبتسلموا الاجوبه هذه. بتسلمها لك يعني؟ ايوه بتسلمها لي. بتسلمها على المودل نفس الطريقه. هذاك بتدخل وبتسلم. وانا بشكل عام حكون موجود معكم في يعني خلال الاسبوع موجود، ايش بدك اسئله برد عليكم فيها. بس بعد الأربعة فيش إجابات لحدا، يعني خلينا نحكي الآن الحياة بدها تنتظم، أنا بدي أكون عندي وقت أحضر وأضبط أموري وأنتوا
وقت كوت انتظمه في الدراسة الصبح، مش بعد، مش في الليل. كويس؟ تمام هيك؟ طب احنا هيك بنبقى خلصنا، وانا بحمل لكم الفيديوهات ان شاء الله بكرة الفجر. تمام؟ يعطيكم العافية هيك. بنشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. عندي 3 من الحضور المرة هاي.